صباح الورد ومساء الفل ياسمين. حسين جزاز معاكم ومعايا النهارده بلاي ستيشن في ار 2 بعد اسبوعين من الاستخدام. طبعا جبتها تقريبا من اسبوعين وما حبيتش انزل حاجه بسرعه عشان مش عايز ابيع كلام بصراحه. لما رحت سي اس واستعملتها لاول مره كنت مبهور بيها جدا جدا جدا، ولغايه دلوقتي يمكن اقول مبهور شويه، بس طبعا مش زي اول مره لما استعملتها. بتكون حاجه عندك وقاعد معاك كده وانت بتطبخ الطبخه وبتشوف وبتشويش كده وتشوف هل تستاهل ولا لا. وطبعا لما قارنتها بكل الفي ار هيدسيت الثانيه فدي از ذا كينج اوف في ار دلوقتي. طبعا لو انت واحد من ال 30 مليون اللي اشتروا بلاي ستيشن كونسل لغايه النهارده، تعالوا نبص عليها ونشوف ايه اللي انا عجبني وايه اللي مش عجبني قوي وايه الحاجات اللي مضايقاني وايه الحاجات اللي عجباني. بس ملحوظه مهمه جدا جدا، مع ان بلاي ستيشن عملت lots of technology في الهيدسيت دي عشان تقلل من الناس اللي بتدوخ وبتتعب وبيجي لها غمامات نفس والحاجات دي، فلو انت من الناس دي او انت من الناس دول فانا يعني شايف ان الموضوع ما تحسنش كتير من الناحيه دي. من نواحي كتير احسن الدوخان في الاول، احسن من الاول، بس ستيل صعب جدا يعني لو انت او انتي سنسيتيف بالنسبه للموشن. لو بيجيلكم موشن سيكنس فالفي ار هيدسيت دي مش هتختلف كتير عن الفي ار هيدسيتس اللي فات، وهيكون عندك او عندك نفس المشكله. فلو انتم من الناس دول ابعدوا عن الفي ار خالص دلوقتي، لان التكنولوجيا للناس دي دلوقتي لسه ما وصلتش ان هي تقدر تعالج موضوع الموشن سيكنس. اما لو انتم من الناس اللي ما بتتعبوش من الموشن سيكنس فتعالوا نبص بلاي ستيشن في ار 2 يا ترى تستاهل ولا لا. اول ما بنوصل بلاي ستيشن في ار 2 على الكونسول بتطلع السيت اب بتاعها اون ذا سكرين بتاع البلاي ستيشن، وبيبقى بياخدك ستيب باي ستيب كل حاجه بتشتغل ازاي وبتعمل ايه وظيفتها ايه. الموضوع كان سهل جدا جدا. حاجه من الحاجات اللي انا لاحظتها ان الكابل الموجود في البلاي ستيشن في ار 2 خفيف جدا ومش تقيل، فما تحسش ان هو زقك لتحت او عامل تقل على راسك. الموضوع ده طبعا كويس جدا. طبعا في كذا حاجه كده ما عجبتنيش هتكلم عليها بعدين، بس سو فار كانت العمليه سهله جدا 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 بالنسبه للست اب بتاع البلاي ستيشن في ار 2. طبعا مش محتاجين ولا كاميرات خارجيه ولا اي حاجه خالص، يعني الموضوع كان بس كل محتاجه بلاي ستيشن كونسول كمان مع الفي ار هيدسيت، وتبقى العمليه كلها ايه واصله ببعض بمنتهى السهوله. النظارة بصراحة لبسها سهل جدا. عندنا الشاشة اللي قدام بتتحرك بالزرار ده عشان تقفل على الوش، ومن ورا عندنا حاجة الاستيكية كده بتتشد وبعدين بتروح مقفولة زي ما شايفين كده بالمنظر ده عشان تروح قافلة على الوش. أما بالنسبة للأوديو فعندنا السماعات اللي بتيجي مع النظارة بالمنظر ده بتركب بالمنظر ده، وممكن وأنت ما بتستعملهاش تحطها في الحتة دي بحيث إن هي إيه السماعات ما تقعدش تتشد باسلاك تانية او تتقطع وتبوظ. طبعا ممكن الواحد يستعمل بلوتوث سبيكرز هيدسيت لو عايز. عندنا اربع كاميرات قدام هما اللي بيعملوا تراكنج لكل حاجه، من ضمنهم كمان التراكنج بتاع الكنترولرز بتاعت البلاي ستيشن في ار 2. بصراحه الكنترولرز يعني حجمهم مش تقال، يعني انا ما اقدرش اعيب فيهم في حاجه غير طبعا لو حد ايده كبيره يعني. انا الحاجه اللي انا فكيتها دي بلاج كده بيركب في الكنترولر من ورا، عشان انا جبت التشارجر تشارجنج ستيشن بتاع البلاي ستيشن في ار 2 للكنترولرز، انه هو عشان تشارجن لازم تشارجن بكابل وكل واحد لوحده، فده بيتشارج الاثنين مع بعض. للاسف في اخبار على الريدت بتقول انه في التشارجرز دي بتحرق الكنترولرز، الله اعلم. قفل السترابس على الايد سهل جدا وفتحها، ودي حاجه لقيتها ممتازه جدا وسهله، يعني اللي فكر الفكره دي بصراحه فكره ممتازه. التشارجر زي ما انتم شايفين يعني بيحتاج الواحد يتعود عليها في الاول كم مره كده عشان يحطها ويشيلها، بس زي ما قلت ريدت بيقولوا ان هي بتتحرق، فانا ما اتحرقتش معايا، ما حصلش فيها اي مشكله، فما اعتقدش الموضوع ده يعني حاجه عامه، بس ممكن يكون في ناس تقابلهم المشكله دي. اول ما بنوصل بلاي ستيشن في ار 2 على الهيدسيت بتطلع لنا الشاشه دي عشان نظبط الاي بي دي. بصراحه الموضوع سهل جدا، وحلاوه الاي بي دي هنا ان هو ميكانيكال مش الكترونيك، فانت عندك دايل من فوق بتقدر تحركه شمال ويمين لغايه ما تظبط الشاشه بتروح قد ايه شمال وبتروح قد ايه يمين. زي ما انتم شايفين قدام في سنسرز بتاعت الاي تراكنج باينه جدا، انا حاولت اصورها بقدر الامكان من قريب عشان تبان السنسرز بتاعت الاي تراكنج. بعد كده الهيدسيت بتطلب مننا ان احنا نعمل سكاننج للسراوندنج اللي حوالينا عشان تقدر تعرف فين الارض، فين السقف، فين الاضاءه، لو في اي حاجه ممكن تخبط فيها وانت ماشي. الكلام ده كله طبعا بيستعمل الكاميرات اللي قدام اللي هي بتعمل تراكنج. بعد الموضوع ده بيخلص طبعا ممكن الواحد يعمله كذا مره حسب لو انت غيرت مكانك في القعده، وبعدين مثلا بتقول له بقى انت عايز تشوف عايز تبتدي تلعب اللعبه وانت قاعد ولا وانت واقف.
اول حاجه طبعا الناس اللي بيجيلها موشن سيكنس, ففي جيمز ممكن الواحد يلعبها وهو قاعد. جيم الجيمات دي زمان كنت انا بحب العبها قبل الفي ار, كانت روك باند, وانا بحب قوي كنت العب الدرامز عليها, كنت جايب الدرام سيت والحاجات اللذيذه دي. فلقيت جيم للبلاي ستيشن في ار 2 فيها درامز, تعالوا نبص عليها في سريع. دي طبعا لو الواحد بيدوخ صعب جدا ان هو يدوخ فيها, مفيش اي حاجه فيها خلاص الدوخ. والاولد سكرينز على الشاشتين اللزاز اللي في العينين اللزاز اللي هنا دول بصراحه قنبله ذريه جويه, يعني مفيش اي هيدسيت موجوده عليها اولد سكرينز بالسعر ده اصلا. مفيش اولد سكرين على البي سي اصلا من اصله, فبالسعر ده واولد سكرين 120 هرتز, تعال نبص على اللعبه دي مفيهاش حركه كتير, واحد قاعد عمال بيخبط الدرامز. قولوا ايه رايكم؟ بصراحه لعبه الدرامز لذيذه ولطيفه وكلها حنيه وما كانتش بتدوخ ولا اي حاجه, بس في شويه ضغط على العين بعد شويه من اللعب, في ناس ممكن تحس بيها وفي ناس لا. بعد كده انا جربت هورايزن كول اوف ذا ماونتن, ودي كانت الديمو اللي انا جربته في سي اس في 2023 في يناير, وكنت مبهور جدا وانا هناك, وبصراحه انبهرت تاني وانا بعملها هنا. بصراحه الجيم ممتاز والفي ار ممتازه ومفيش اي عيوب كتير قوي ممكن الواحد يتكلم عليها, غير كام حاجه كده صغيره ممكن تضايق واحد او اتنين, بس اوفرول بصراحه هايله كده. تطلع فوق دي بقى بتدوخ شويتين بصراحه. بعدين عشان تمشي او ان انت تمشي بايدك يعني, فانا هجرب موضوع الايد ده كده, تمشي كده. طبعا دي بتدوخ موت, انا كده حاسس ان انا كاني مش ماشي بس ماشي في نفس الوقت صباح الجنان. اللعبة دي للأسف بتيجي عند الحتة دي في الطلعان ده كله, العملية فعلا مزعجة جدا للعين, واعتقد انها يعني ابتدوها صح وبعدين ايه بهدلوا الدنيا شوية. فلو انت مش متعود على الموضوع ده هتحس ان انت ديفنتلي دايخ, بالذات وانت بتطلع الحاجات طلعات الرهيبة دي. بص انا طالع يا جماعة, بعدين بص تحتية صباح الجنين, بص حواليا الحمد لله انا ما عنديش موشن سيكنس سريع, بس برضو في جيمز معينة بتتعبني. تحت نص الدنيا يعني, لما ابص على المايه بحس ان المايه بليري جدا, بس لما ابص قدامي بحس ان الحاجه احسن كتير. وبقعد زي ما انتم شايفين كده احاول اظبط في الشاشه بحيث ان انا اجيب اكسبيرينس احسن. بعدين هطلع تاني, صباح الجنان. صباح الجنان والدوخة يعني. بص بص انا متعلق في الهواء. لا شمال في يمين ويمين في شمال وجنان يعني. كنت هقع دلوقتي. وبعدين دخلنا بقى عند الحتة المهمة جدا, اول واحدة اهي. بعدين لما نحب ناخد البو نروح شاميه كده ورا شال, ممكن نسحبه من هنا او من هنا حسب انت عايز تعمله فين. بس لما تيجي تبص بقى ادي مثلا واحده هناك تارجت هناك كده, خلينا نشوف نحاول نجيبه. اوكي تعالوا اقول لكم المشكله هنا فين. عشان الكاميرات اللي هنا دي هي اللي بتراك الكنترولرز اللي في ايدي الاثنين دول, لما بتعمل كده ساعات الدنيا بتروح يعني ما بتبقاش هي شايفاها لسبب ما, فتلاقي ان بيبقى في تقطيعه كده في النص. اعتقد ان هم ممكن يحسنوا فيها لما يعني يعملوا ابديتس, بس غير كده في الوقت الحالي بصراحه مش ممتازه. بس خلينا نكمل.
طبعا في اي وقت لو انت عايز مش عارف انت فين واقف ازاي في الاوضه، كل محتاج تعمله انت تدوس على الباث ثرو. طلعت بص انا كنت باصص الناحيه دي، بقى رحت الناحيه دي. اللعبه كويسه بس هوريكم وشي لو سمحتي. يا ريت بس تقربي على وشي قوي عشان انا عايز اشوف وشي عامل ازاي بعد تقريبا 10 دقايق ربع ساعه اللعب. بص وشي عامل ازاي، ده شكل وشي بعد 10 دقايق من اللعب. انا حسيت ان انا متضايق، واعتقد ان اكتر حاجه مضايقاني الرابر اللي موجود هنا. هو ايوه ناعم بس بتحس ان هو بيعمل حاجه على العين، بيخلي العين تعبانه. زائد الحته الناشفه اللي هنا انا هعمل لها كلوز اب برده، هتبصوا عليها صراحه. يعني يمكن دي اكتر حاجه مضايقاني في البلاي ستيشن في ار 2. الصوت بتاع السماعات ده كويس جدا، بس طبعا ممكن واحد يستعمل بلوتوث سبيكرز ثانيه او يستعمل هيدفونز بتاع سوني، فمش هقدر يعني ما اقدرش اقول عليهم وحشين. اما لو احنا بنقارن هي دي اللي احنا كنا محتاجينها وعايزينها في 2023 بالنسبه للفي ارز اللي موجوده، فطبعا البلاي ستيشن في ار 2 دي هتعتبر ان هي احسن في ار هيدسيت موجوده دلوقتي في الوقت الحالي. مقارنه طبعا انت ممكن اول حاجه عندك جيمز مش كتيره على البلاي ستيشن ستور لسه طبعا لما نيجي نقارنها بالبي سي، بس سعرها اللي هو فوق مش زي لما تكون محتاج ان انت تجيب كمبيوتر وتحط عليه جرافيك كارد محترمه وتبنيه وبعدين تجيب الفي ار هيدسيت. فدي هتخلي ناس كتير ممكن تقدر تخش في البلاي ستيشن في الفي ار في عالم الفي ار من غير ما يصرفوا كتير قوي طبعا، اللي هم من 30 مليون المحظوظين اللي هم جابوا بلاي ستيشن اول ما نزل لغايه دلوقتي. بس الكمبيوتر بيعمل حاجات تانية كتير مش بس جيمز على البلاي ستيشن، فدي برضو حاجه ممكن الواحد يفكر فيها وهو بيفكر هل يا ترى اروح للبلاي ستيشن عشان انا عايز استعمل في ار ولا اروح اجيب كمبيوتر. وكله في الاخر هيفرق في السعر، بس الاولد سكرينز اللي موجوده على الشاشه دي مش موجوده على اي حاجه موجوده دلوقتي على البي سي. فلو انت عايز احسن احساس للواقع الافتراضي بلاي ستيشن في ار 2 هو ده اللي موجود دلوقتي. لو انت هتروح كمبيوترز فانت هتضطر انت تستعمل تكنولوجي بصراحه لسه ما اتحدثتش زي ما المفروض تكون موجوده دلوقتي في الوقت ده. بس اعتقد بعد ما الاولد سكرينز والبلاي ستيشن في ار 120 هرتز نزلت على على الهيدسيت دي، اعتقد ان شركات كتيره جدا منهم كويست او فالف او غيرهم هيبتدوا يخشوا في عالم الاولد وال 120 هرتز، وهنشوف كومبيتيشن لذيذه ولطيفه وطبعا احنا في الاخر المستفيدين بيها. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم واشوفكم في حلقه تانية. حسين جزاز.